إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إنه يا جماعه بسم الله ما شاء الله لا تمام ها كده ما شاء الله الاخوات اللي من هناك قاعد يسيب من الجراج. شوف الدخل الرخام عامل ازاي يا جماعه. الله اكبر ما شاء الله ولا قوه الا بالله. احدث رخام واحدث شغل. 6 اسانسير يا جماعه. ادي اول 2 اسانسير هم يا جماعه. شقف الدور السابع هنا. شو الرخام يا جماعه؟ جرانيت درجه اولى يا جماعه. وكاميرات مراقبه للعمارة وشغل ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شقة 130 متر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 3 عدادات. شوف التشطيب يا جماعة. أنا بعمل مفاجآت والله والله. دي مفاجآت مش أي حاجة. الشقة يا جماعة بدون فرش. الشقة صاحبها بيباع بدون فرش. أه بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الديكورات يا جماعة. إحنا عاوزين نعمل مفاجآت نعمل مفاجآت بس للناس كده ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله اكبر اللهم صل على النبي. ادي اول اوضه. الشقه بدون فرش. ما اعرفش ان كان في امكانيه بيع الفرش ولا لا. بسم الله ما شاء الله. ما اعرفش ان كان في نيه بيع الفرش ولا لا. الشقه الدور السابع 130 متر 3 غرف وريسبشن ومطبخ وحمام. عداد غاز وعداد كهرباء وعداد ميه. التشطيب عامل ازاي؟ وحدة الحمامات لسه ممكن هنا يركبوا واحدة لسه ما شاء الله. وادي المطبخ ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شوف التشطيب يا جماعة ايه ده؟ ما شاء الله. ما شاء انا عاوز اوريكم الفن والابداع والرسومات والجبس والشغل. ادي الاوضه الثانيه. الاوضه الثانيه يا جماعه. وادي الاوضه الثالثه. الشقه 135 متر يا جماعه او 140 متر. انا ارضها 135 متر. الدور السابع 3 غرف ورسيبشن قطعتين كبار مطبخ امريكا. وادي المفاجاه بتاعت التراس او البلكونه. يا جماعه انا بعمل مفاجات والله. بسم الله ما شاء الله معموله بالرخام اهو. أول نمرة بحر يا جماعة. أنا بجيب تحف والله مش بجيب أي حاجة يا جماعة. بحر كلها بحر. أنت شايف أمريكا من هنا. بحر الأبيض كله يا جماعة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شوف التراس البلكونة الريسبشن تاخد قطعتين. اللهم صل على النبي. أنا بعيد عليها تاني. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على التشطيب والجبس اللي يفرح القلب اهو. ريسبشن 2 قطعة و3 غرف اهم. ادي الغرف كلهم واسعين براح براح. ايه دي؟ الله اكبر ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الشقة بدون فرش يا جماعة. بنقول اهو السراير من تحت كلها مريحة كلها مرتاحة. الغرفتين عاملين زي الاولانيين. وادي شوف المطبخ يا جماعة. مطبخ واسع
يشيل يانو. شو الشغل يا جماعة؟ شو الشغل؟ الطرق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ فن الواد المبدع ده. هذا الأوضة ايه؟ الأوضة التالتة. وادي الحمام. واحدة ما شاء الله. وادي ايه؟ دول سبعة دي أول عمارة من على البحر. ايه؟ دي أول عمارة من على البحر. مدخل كومبوي ده، ما انتوا شايفين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ها كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ادي سلم الجراج. شوفوا الدخل الرخام عامل ازاي يا جماعه. الله اكبر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحدث رخام وأحدث شغل. ستة أسانسير يا جماعة. دي أدي أول اثنين أسانسير هما يا جماعة. الشقة في الدور السابع هنا. لا أسانسير. شو الرخام يا جماعة؟ جرانيت درجة أولى يا جماعة. وكاميرات مراقبة للعمارة وشغل. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شقة 130 متر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثلاث عدادات. شوف التشطيب يا جماعة. أنا بعمل مفاجآت والله والله. دي مفاجآت مش أي حاجة. الشقة يا جماعة بدون فرش. الشقة صاحبها بيباع بدون فرش. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الديكورات يا جماعة. إحنا عاوزين نعمل مفاجآت، نعمل مفاجآت بس للناس كده. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله أكبر اللهم صل على النبي. أدي أول أوضة. الشقة بدون فرش. ما أعرفش إن كان في إمكانية بيع الفرش ولا لأ. بسم الله ما شاء الله. ما أعرفش إن كان في نية بيع الفرش ولا لأ. الشقة الدور السابع 130 متر. ثلاث غرف وريسبشن ومطبخ وحمام. عداد غاز وعداد كهرباء وعداد ميه. التشطيب عامل ازاي؟ وحده الحمامات. ما لسه ممكن هنا يركبوا واحده لسه. ما شاء الله. وادي المطبخ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شوف التشطيب يا جماعه. ايه ده؟ ما شاء الله. ما شاء الله. انا عاوز اوريكم الفن والابداع والرسومات والجبس والشغل. ادي الاوضه الثانيه.